وهي السلالة الهندية كيف ما كنقولوا امتداد للفيروسات اللي ولات طبق اليوم كيف ما كنقولوا، وليتي كتحل الفيسبوك كتسمعها، كتدخل اليوتيوب، اي منبر اعلامي او لا وسيله من وسائل الانترنت كتلقى فيها الحديث. الشغل شاغل هو الفيروس والمحاربه ديالو، يعني حتى هي كيف ما كيقولوا اكثر حده من الفيروسات الاخرى، من كورونا ومن السلاله البريطانيه ومن السلاله الصينيه كيف ما كنقولوا. امتداد للسلالات هي اختلاف الجنسيات والنتيجه واحده اللي هي كيف ما كنقولوا تقهر فيها الضعيف محدود الدخل، الا ما قلناش عديم الدخل، لان هي السلاله الحقيقيه هي الفقر اللي تفشات بزاف. الناس ولات كتعاني، ولات قله الحاجه، ولات الناس كتقاسي بزاف نظرا للقرارات والتدابير اللي هي كتقسم ظهر الطبقه المعوزه والطبقه الفقيره اللي عانت منها. هذا هو الوباء الحقيقي والفيروس الحقيقي اللي كنعانيو منه هو الفقر وقلة الحاجة. واللي كنخافوا منه هو قوة السدان وقوة التدابير اللي ما كتخادش فيها المواطن بعين الاعتبار، الأمور اللي كتهلك المواطن. لأن كان مؤخرا ولينا كنشوفوا ناس كتعاني، ناس فقدت العمل ديالها، ناس ما بقاش عندها مدخول، يعني ناس ولات كتسول لقمة العيش في الوقت اللي كانت فيه كتعيش بكرامة وكان عندها عمل ديالها وكان عندها واحد الدخل، واخا قليل كان واحد الدخل، بعدا كتسنى واحد الحاجة ماشي بحال ما كتسناهاش. هذا هو الخوف من ان الناس ما بقاش عندها منين تجيب المال، ما بقاش عندها منين تجيب المدخول ديالها، ما بقاش عندها منين تجيب فلوس. هذا هو الخوف الحقيقي، لان الناس كتعاني. ولينا كنشوفوا ظاهره الاجرام، ولينا كنشوفوا الناس كتشفر بزاف، هذا الشيء السبب ديالو. الناس تسد عليها بزاف المرافق اللي كانت كتجيب منها فلوس الامور. ولينا هذا رمضان، هذا اللي هو الشهر اللي كان معروف بالرواج ديالو بالحركه الاقتصاديه، شفنا فيه ركود في عده مجالات، شفنا القهاوي مسدودين، شفنا المطاعم، شحال من حاجه اللي تسدات وما بقاتش عندها، ما بقاتش كيف ما كنقولوا عندها المدخول، والناس تشردت بسبب عائلات. وهذا هو الوباء الحقيقي، وهذه الخطوره الحقيقيه اللي خاص المسؤولين يشوفوا ليه حل. كورونا الهندي اللي كنعرف عليه هما صحاب البنكه، ملي كيوقفوا عليك، ملي كيسدوا يديروا الحجر الصحي ويبركوا ولادك من الخدمه وتوقف عليك البنكه، تصيف تدفع لك الدوسي المحكمه. هذه هي كورونا الهنديه اللي شفنا، كورونا المغربيه، اما كورونا اللي كاينه بانت لينا حتى كورونا من غير هذا الشيء كامل. خايفين، خاصهم يديروا حل معنا كيفاش غنديروا نتعاملوا مع البنكه. صافي هذا هو الحل اللي بان ليا، من قبل ما يتسدوا تيشوفوا الناس اللي خدامين دراوش كيفاش غادي يهزوا داك الكريدي اللي هما هازين. صافي انا هذا هو الحل اللي بان، اللي كيقتلوا 4 الناس في الدقيقه راه كيقتلونا ملي كيوقف عليك منين الكريدي، ملي كيسدوا ويخليوا بنادم ما لاقي منين يجيبهم، واش يخون؟ صافي هذا هو القتيله اللي بانت ليا انا. مؤخرا ولات هذه السلاله الجديده اللي سمعنا عليها، جات اولا وقال من بريطانيا وتبعت الهند، هو هاد السلاله قال واعره شويه هادي من الفصيله ديال كورونا. لا نخافوا منها، علاش ما نخافوش منها؟ نخافوا منها، بنادم شويه الاحتياطات والوقايه وستر الله وصافي. هاد السلاله الاخرى اللي كيقولوا غادخلوا الله اعلم، ولكن لا يصيبكم الا ما كتب الله لكم، الموت بيد الله، النهار اللي خلقك النهار اللي غيديك، لله ما اعطى ولله ما اخذ، صدق الله العظيم.